شريف اكرامي احد نجوم المباراه النهارده. كابتن شريف ببارك لك، مباراه كبيره واداء كبير من لاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد منك انت بالذات كان عليك ضغوط اكيد بعد المباراه الاولى. كلمني شعورك بعد المباراه. لا طبعا في البدايه بقول الف الف مبروك للعيبه وللجهاز الفني والجمهور، كل جماهير النادي الاهلي، وخصوصا الجمهور اللي سافر ورانا وجه وتعب وكان متامل ومتعشم في ان احنا نكسب، فبقول لهم الف الف مبروك. طبعا المباراه يعني زي ما انت عارف كان في ضغوط بعد المباراه الاولى، بس المباراه الاولى انتهت بمجرد ما خرجنا من الملعب، لان احنا فريق كبير وعندنا شخصيه ونقدر ان احنا نحسم التاهل سواء في مصر او بره، ودي مش اول تجربه لينا. فاعتقد ان احنا فصلنا نفسنا كويس جدا عن الضغوط، وانا تحديدا حاولت ان انا اتناسى دايما اي مباراه حلوها ومرها بايجابياتها وسلبياتها. انت بتلعب في نادي كبير والنادي عنده شخصيه، لازم يكون انت شخصيتك على مستوى النادي اللي بتلعب فيه، وطبيعي ان انت تتحط تحت ضغوط. لو ما قدرتش تتحمل الضغوط يبقى مش هيكون ليك مكان في نادي كبير زي النادي الاهلي. بنتهز الفرصه وعايز اشكر الجمهور اللي وقف معايا، الجمهور اللي ساندني وكان ليه تاثير كبير جدا، ان انا فعلا ما احسش ان انا لوحدي. قبل كده ممكن اوقات لعيب تاني بيحصل له مواقف او مواقف صعبه ممكن يحس ان هو بيوقف ضد الطوفان لوحده، انا المره اللي فاتت تحديدا حسيت ان انا واقف ورا جمهور كبير، جمهور بيساندني بيقول لي العب ولا يهمك. وانا يعني اذا كنت انا شخصيتي بترجم اي ضغوط او مشاكل بتحصل لي لايجابيات وتمرين، فده ساعدني جدا جدا ان انا اقدر ان انا اعدي المرحله بمنتهى السرعه، لان انا كان عندي ماتش بعد اسبوع في تونس، واعتقد ان الماتش كان محتاج ذهن صافي ومحتاج قوه شخصيه. فبحمد ربنا بشكر الجمهور مره